أكيد بالنسبة للمنتخب المغربي أعتقد أن المنتخب الوطني لديه من التجربة، لديه من النجوم، لديه من الإمكانيات ما تسمح له بالذهاب بعيدا في بطولة العالم. المجموعة تضم منتخب بلجيكا، كذلك منتخب كرواتيا ومنتخب كندا. أعتقد أنه من اللازم ومن الضروري أن يتعامل المنتخب المغربي بواقعية وبثقة كبيرة، وأن يلعب المنتخب المغربي بقتالية، لأن القتالية تلعب دور كبير جدا في هذه المباريات. دعم الجمهور سيكون كبيرا وكبيرا جدا في مونديال قطر وفي ملاعب قطر خلال مباريات المنتخب المغربي. أعتقد أنه بإمكان المنتخب المغربي إن شاء الله أن يتجاوز الدور الأول، التعامل كما قلت بواقعية، وأنه يلعب بثقة كبيرة، وخصوصا أن نجوم المنتخب المغربي ليسوا أقل شيئا من نجوم المنتخبات الأخرى. منتخب بلجيكي يعني مرشح في بطولة العالم، والذي دائما يلعب أدوار كبيرة جدا في بطولة أوروبا أو بطولة العالم، وكذلك المنتخب الكرواتي في بطولة العالم. إذن مواجهات قوية وقوية جدا، وإن شاء الله الحظ والتوفيق يكون في جانب المنتخب المغربي. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.